بنعود مرة أخرى إلى أجواء قمة جريد 7 أو قمة الدول الصناعية السبعة الكبرى في بياريتس بفرنسا، ومتواجد معنا الآن على الهواء بالصوت والصورة موفد أكسترا نيوز إلى هناك حسام حداد. حسام، أهلا بيك يا حسام ومساء الخير. أهلا بيك مروج، مساء النور. يعني احنا طبعا محتاجين نعرف منك زي ما بنقول كده راب اب او ملخص لمدار على مدار اليوم. نعلم جيدا انه سيادة الرئيس النهارده كان له عدد كبير من اللقاءات المهمه، خلينا نقول انه ابرز لقاءين، لقائه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب وكان في حديث مشترك بين الطرفين، وايضا اللقاء اللي دار مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. عايزين نعرف منك اهم العناوين اللي تم تناولها خلال هاتين القمتين المصغرتين. في البداية بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه عدد كبير من اللقاءات على هامش هذه القمة، بداية مع رؤساء الأفارقة المدعوين إلى هذه القمة قبل اجتماع دول مجموعة السبع والشراكة الأفريقية. أيضا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس بالمستشارة الألمانية أنجلا ميركل، تبحث في أمور الشرق الأوسط وعلاقات البلدين والتبادل التجاري والاقتصادي والسياسة المتبادلة بين الطرفين. أيضا كان هناك لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وكان لقاء هام تحدث فيه عن الوضع في الشرق الأوسط والمنطقة والأمور الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين. اللقاءان الآخران كان أول واحد منهما هو اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدث عن القمة وعن أمور المناخ وعن العلاقات الاقتصادية، تحدث أيضا عن الوضع الإقليمي في ليبيا وفي سوريا وكيفية حلحلة الأزمة السورية وفي ليبيا أيضا. وكان اللقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث فيه عن عدة قضايا هامة، من الأمور السياسية إلى التعاون الاقتصادي، الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، تحدث عن المنطقة أيضا وكيفية حل الأزمة في ليبيا. وأكد الرئيس السيسي أن الأزمة في ليبيا يجب أن يكون لدى المجتمع الدولي نية لحلها، لأن الطريق معروف بدعم المؤسسات الوطنية الليبية ودحر المنظمات الإرهابية ووقف التدخل الأجنبي، وكيف أن هذا الأمر قد يؤثر، وهو بالفعل يؤثر على دول الجوار. أيضا تحدث عن الملف الفلسطيني والأزمة الفلسطينية، وكان هناك تأكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وجود حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 67، بعيدا عن أي تطرفات إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتفاقا واتساقا مع المواثيق والعهود الدولية التي وقعت من قبل. وأيضا بعدها في هذا المؤتمر تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية كما وصفها ستأخذ وقت طويل، لأن هناك كما وصفها ترامب بعدد كبير من سنين الكراهية المتبادلة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد وصفه، وصرح بأن ليس هناك حل قريب للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية إلا بعد انتهاء الانتخابات المقبلة. كانت هذه يعني أهم ما صرح به دونالد ترامب بعد هذا اللقاء. أيضا بعدها توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المطار مباشرة في تمام الساعة 2:10، متجها إلى اليابان لحضور الاجتماعات والقمة هناك. بالتأكيد. طبعا جميل جدا حسام، يعني طبعا ده كان أهم الموضوعات المطروحة على يعني جدول أعمال سيادة الرئيس اليوم، لكن بشكل عام قمة جريد 7 كانت تناقش عناوين رئيسية، موضوعات مهمة يعني شبحها خيم على أجواء القمة. طبعا موضوع بريكزيت، حرائق الأمازون والتغير المناخي، الرئيس الفرنسي قال أنه سيتم الحرص على الخروج بقرارات يتم تفعيلها وتنفيذها من خلال الدول العظمى الموجودة خلال هذه القمة. هل في يعني تبدو حلول أو قرارات وشيكة ستخرج للعلن بخصوص الأزمات الأكثر إلحاحا اللي بيتم مناقشتها في القمة؟ إذا تحدثنا عن أزمة المناخ والاجتماع الخاص بالمناخ والمحيطات وما يحدث في العالم خصوصا في البرازيل وحرائق الأمازون، كانت قبل القمة خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكلمة متلفزة على الهواء مباشرة للشعب الفرنسي، تحدث عن أزمة المناخ وقال أنه يجب الضغط على مجموعة دول العالم للوصول إلى صيغة توافقية لحل هذه الأزمة، خصوصا أن في الأفق من هناك كانت انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من قمة المناخ أو من اتفاقية باريس للمناخ. الآن هناك وضع سيء للغاية في
في الأمازون، حرائق الأمازون، رئة الكوكب تحترق. وكان هناك تصريح خاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس، اتهم فيه الرئيس البرازيلي بأنه يتقاعس عن حل هذه الأزمة. من المعروف أن هناك يعني خلافات منذ فترة طويلة بين هناك خلافات قوية بين الدولة الفرنسية والدولة البرازيلية. كان هناك زيارة لجان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي إلى البرازيل، وكان من المفترض أن يلتقي بوليسارنو السيد رئيس البرازيل، ولكن رئيس البرازيل في هذه المرة لغى هذا اللقاء متعللا بازدحام جدوله، وخرج على الإنترنت في بث مباشر في نفس الوقت الذي كان سيقابل فيه لودريان في بث على الفيسبوك وهو يقص شعره. فخرج بالأمس الرئيس إيمانويل ماكرون وصرح بأن الرئيس البرازيلي مخادع وأنه لم يلتزم بما قاله له في قمة أوساكا بشأن المناخ، واتهمه مباشرة بأنه يقف وراء الحرائق وأنه يشجع هذه الحرائق، بل أنه أحد أطراف المسؤولة عن هذه الحرائق لأنه جاء بخلفية يمينية متشددة تخرج منها الاتفاقات الخاصة بالبزنس، وأنه يحاول تفريغ هذه الأرض كي يبيعها ويستثمرها لمصالح قد تكون يراها للدولة أو قد تكون لشخصه كرئيس أو كرجل أعمال سابق. بعدها خرجت السوشيال ميديا والصحف البرازيلية تتهم إيمانويل ماكرون بالتطاول على الدولة البرازيلية، وحدث خلاف شديد، وخرج وزير التعليم في تغريدات، وزير التعليم البرازيلي خرج في تغريدات يتهم فيها ماكرون بالإساءة للدولة البرازيلية. ثم خرج الرئيس البرازيلي وشارك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور يعني يخرج فيها عن حد المقبول في تطاول على زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون. بعدها خرج اليوم إيمانويل ماكرون قال: كنت أتمنى أن نحل أزمة المناخ، لكن من الواضح أن البرازيل تحتاج إلى تغيير الرئيس الحالي ويجب أن يأتي رئيس جديد. لم تخرج القمة بأي اتفاق واضح وصريح حول اتفاقية المناخ، كيف ستتعامل؟ هناك العديد من الرؤساء تحدثوا، دونالد ترامب تحدث، أنجلا ميركل تحدثت، أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدثوا عن وجوب حل هذه الأزمة، لكن لم تخرج اتفاقية حقيقية أو لم يخرج شيء حقيقي بشأن هذه أو قرارات واضحة بالفعل. أشكرك جزيلا حسام حداد موفد إكسترا نيوز على هذا العرض التفصيلي، ويعني كالعادة منذ بداية مشاركتك في القمة تضعنا يعني ترسم لنا الأحداث بالصوت والصورة يعني كما يقولون. أشكرك جزيلا حسام حداد من بياريتز الفرنسية حيث قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقدة هناك على مدار 3 أيام.